وفتحت البوابات على بركة الله لتنافس جياد عمر 3 سنوات في الشوط السادس على مسافة 1400 متر للخيل التي لم تربح بمشاركة كل من جاي إلى معانقول. وفعل درع الوفا، درع الوفا عساق قوي، خارسنا متوسم هاني، كريم سبلة، درع الخليج، شبل عقيلات، الراي الساكت زي القمر، فداوي لأيمن، الفرابي، عيترون. والتقدم لصالح درع الوفا في المركز الأول، درع الوفا في المركز الأول مع محاولات تأتي من قبل الأيمن من الداخل، ومحاولات تأتي من قولو فعل أيضا ومن شبل العقيلات في المركز الثالث والرابع، والمرشح يأتي الآن في المركز الخامس الآن لمعان، ومحاولات تأتي من قبل الساكت أيضا، وتقترب الجياد من المنعطف في الأخير في هذا الشوط. ودرع الوفا في المركز الأول، الأيمن من الداخل، المرشح يأتي الآن لمعان في المركز الثالث مع محاولات تأتي من قبل شبل العقيلات وأيضا من قبل قولو فعل، والأيمن ودرع الوفا لمعان يأتي من الخارج الآن، لمعان يأتي الآن بقوة الآن ليأخذ الصدارة والتقدم، لازال يحتفظ بدرع الوفا والأيمن، ولمعان يأتي للصدارة الآن، لمعان والمركز الأول، لمعان للمركز الأول بمطلق في الصدارة الآن بطول كامل الآن، والتنافس في المركزين الثاني لكل من درع الوفا والأيمن جاي أتى رابعا، والمركز الخامس لقول وفعل.